يمكن الإعلان عن نتائج مؤقتة الخاصة بـ 96% من مجموع المقاعد كمال. حزب التجمع الوطني كنحتفلوا في التجمع الوطني الأحرار بهذه النتيجة اللي اشتغلنا عليها هذه 5 سنوات. النتيجة اللي كانت ثمرة ديال المجهود، ثمرة ديال التواصل، ثمرة ديال الإنصات. استمعنا لأكثر من 300,000 مواطن مغربي ومغربية. قمنا بحملة نظيفة، حملة مبتكرة، حملة كان فيها احترام ديال المنافسين. اليوم المغاربة قالوا كلمتهم، المغاربة اللي كانوا كيبحثوا على التغيير، المغاربة اللي بغاو البديل واللي لقاوه كاين في المشروع السياسي ديال التجمع الوطني الأحرار اللي فيه 5 التزامات واقعية مرقمة قابلة للتحقيق من خلال 25 إجراء. وهذا تعاقد سياسي معاهم اللي غيحاسبونا عليه غدا. وحنا متأكدين أن الكفاءات ديال التجمع قادرة أنها تنزل هذا المشروع وباش نشوفوا مغرب أفضل. وكيف قلنا دائما اللي كان شعار ديال الحمله الانتخابيه ديالنا ان تستاهلوا حسن، اليوم المغاربه فعلا يستاهلوا حسن لانهم احسن اختيار. شكرا لكم.